Tamam abi. Net konflik. Bu çok önemli. Kendi gözüm bakalım. Bu da mı bak çok kısa bu çok kısa. Lazım ter başa kalat ben. Bir de yapma. Hatta fena yani. Hem bu hata bir sibirik. Hatta fi. Hatta fi sibirik. Sibirik. Sağ olun. Ha? La. Böyle bir şey söyleyemem. Konflik. Bu abi. Konflik. Tamam. F config اللي هو استعراض اعدادات الشبكة تمام شوف هل بيربط معك ولا ما بيربط معك خلي تاب تاب كمان لا تنسى أي شيء لا تنسى الـ SSH ولا الفيتشرز اللي موجودة عندك فقط سوي دان دان ونكت في عندك خمسة كان ده مش موجود اي بي ولا اي بي ولا يصلح هذا الكابيتال سمول خلاص ما في زحلال ما في Allah'a emanet.
ديما يكون في خيالك علشان يروح اشهر انت في ما سي دي قلت حق سي دي الاس وهذا قلت ما قلت مره يعني رجع سوي قلت يا بسوي فاهم هذا هذا سي دي هذا ما قادم. شنو هذا المشكلة اللي فيه توقع؟ إيش يقول هنا؟ زوب. هذا من أول طلعت لك ولا توه؟ أول خمر. أنت قاعد شغال على ال الحين استريشن ليش؟ إيه سويت استريشن ماضي ما رش فيه الحين بعد أبدأ أسوي بالقطع. ثبتنا الله. بس خلنا نشوف ما قاعد يقول. قلت لك أعطيك الجهاز. هذا الان متى وقت التثبيت ولا متى ظهر لك وقت التثبيت انا على التثبيت اصلا طيب ديسك اوكي هذا نطفي ان شاء الله اي نسخه انت نزلتها اخر نسخه اي واحده بس بالضبط وريني 21 وين هذا بس
لأنه في أكثر من شكل. شوف عندك. هو شوف النسخة يعني. إيه من الموقع يوم دخلت على الموقع. لا من برا. من برا الموقع أنت ما ما تأخذ من الموقع. لا لا ما أخذ من الموقع نفسه. يا سلام عليك. لو وزعناها على. هذا الحل صح؟ ما أدري. تبي تطلع لي هذا؟ قول إيه. يلا حمدي. قول نعم. طالع فوش. قول هذا الحل إيش؟ قولها. هذا الحل. بضبطك انت طيب هذا الحل يا شباب يا اهلا وسهلا هذا الحل يا شباب لموضوع الاف كونفج الاف كونفج مجرد ما تكتبها بيطلع لك ايش المفترض انه يطلع ايش اي بي طيب اذا ما طلع معك وش معناه معناه انه هو النت تولز اللي عندك ما هي مثبته النت تول هي الأداة اللي تسمح لك أنك أنت تتعامل مع كل شيء في الشبكات تمام؟ تتكلم أنت على اللي هو الكونفيجريشن حق الاي بي من إلى يعني الكونفيجريشن تتضمن أشياء كثير من ضمنها حتى الماك أدرس استعراض كل المعلومات هذه ما راح تقدر تحصل عليها إلا بعد ما تدخل الأمر هذا اللي هو سودو السودو دائما وش معناها شباب؟ كأنك تقول له إيش؟ نعم كأنك تقول له أنا إيه؟ أعلى صلاحية هنا تمام؟ فلازم تسمح لي بالأمر اللي بعده الـ ABT أو الـ APT في أحد منكم جرب توزيعات أخرى غير لوبنتو في شيء مشابه للـ APT وش اسمه؟ يمي مر عليكم يمي 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 يا طلع هذا في الـ في الـ في السنتي او اس في السنتي او اس موجود نعم الاي بي تي هذه اداه او سوفت وير تمام شباب معايا شباب الاي بي تي هذه سوفت وير لو تبحث عنها بيقول لك انه تو هاندل دانستريشن تو اوبنتو اند ديبيان تمام للاوبنتو خلينا احنا الان على الاوبنتو اداه او سوفت وير يعمل عملية اللي هو الهاند تو هاندل أو عملية اللي هو الإيصال للملفات الانستليشن الخاصة بإيش بالسوفتوير أو بالسيستم نفسه تمام الآن أنت لما تجي بالاي بي تي هذا ظهرت لنا وين الشباب بالأمر ذا أيضا سودو أبت وأبديت تمام وأبجريد كلها معناها إنه عن طريق هذا الأداء أنا راح أخذ إيه الأبدال الأبديت والأبجريد عن طريق هذه الأداة الـ ABT راح أخذ إيه؟ الـ Installation مثلاً Install ليش؟ للنت Tools تمام؟ واضح الفكرة يا شباب؟ فالـ ABT هذه فقط إنه كأنك أنت فقط تعطي خبر للسيستم إنه أنا راح أحصل على هذه الملفات عن طريق إيه؟ هذه الأداة وهذا السوفتوير اللي عندي اللي مثبت في النظام مسبقاً تمام؟ طيب الآن بعد ما تطبق الجميع سوى انستليشن ولا الجميع شباب طيب بعد ما توصل المرحلة دي جرب انك انت ايضا تدخل هذا الامر تمام الامر هذا مهم راح تسأل عنه في الاختبار فخليك جاهز هذه النسخة هذه اخذتها من هنا ما عندنا ايش ال انا ثبتته بس فتح لي لاحظ ديسكتوب يا شيخ لا حق السيرفر اللي نزلته من الموقع هذا اي واحد هذا القوه اي واحد في اثنين وفي واحد خفيف والثاني المانيوال المانيوال هذا المانيوال هذا لايف المانيوال شوف شوف المانيوال ادخل على الموقع ادخل على الموقع انا بشوف انت وش سويت بالضبط هذا هنا انه مو قادر يقرا ترى الديسك مو قادر يقرا مو قادر يقرا نفس الايمج اللي عندك شوف عندك وين الفيرجول انت على الفيرجول ولا على الفيرجول انت ولا على ايش بالضبط هذا على الفيرجول بوكس روح وريني هاي ده شو طفي احسن اي بورو ليش تقلته لا فرق اصلا كم حطيت انت الاعدادات الهارد ديسك كم حطيته اثنين 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 جيجا 20 ولا اثنين لا 2048 اثنين
نايس انا احط 20 20 طيب ما في عندي الرامات انت قصدك صح؟ لا لا 20 جيجا اتكلم مو الرام ها ستورج ستورج نفسه ستورج ما ادري والله كم لا مو بهي ستورج لا هنا هنا انت قبل شوي رحت هنا قبل شوي كنت عندي ايش اللي قبل شوي كنت هذا ستورج بس ما في ابني هذا هو هذا الساتا ايه هذا الساتا ايه شيء ذا دقيقة بس عرفت الاعدادات انه اه انه إيه أنت اللي قبل شيء كنت فيها هذه الميموري البروسيس هذا الرام ده هي الرام الميموري لا هنا استوري ما بحط لي أصلاً هذه حجم حجم الملف نفسه إيه دقيقة أي شيء تقدر تنقله فيه؟ أنت قبل شيء كنت في الستورج؟ هذا الستورج بس ما في إعدادات. يوز هوست. أنت يوم جيت تثبت؟ إيه. ما دخلت ال كم جيجا الهارد ديسك؟ والله ما أدري ما جات لي جن. شنو خش في السيستم؟ هنا أفترض إنه هنا. يمكن في السيستم. دقيقة هذا الفين. البروسيس هذا الرام البروسيس اي ايه ما يوب ستورج خلينا نشوف نشوف هنا ايه بوريك هنا خلينا نشوف السيتنجز نتورك ايوه ايوه هذا هو هذا هذا السايز حق الميموري الميموري ايوه انا اقول لك بتجيك نفس الطريقه دي روح ارجع 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 دقيقة هنا هشوف الهارد ديسك اضغط على الهارد ديسك هنا اضغط عليها هنا اشكي انا كيف تطلع عندي الـ VMware ما عندي الفلاش بوكس في الجهاز ما في في الجهاز الماك بوك بس انه هنا موجود دقيقة هاي يا شباب جربت اسوي انستول النت تول اطلب باسورد هو الباسورد حقك انت دقيقة غريب انه ما في ادوات وين هذا هو؟ هل أحذف وظيفة من جديد؟ سيستم يعني دور عليها هذا نفس دور مستعد جول بوكس نفس بالضبط إيه أنا قلت بشوفه لك هنا 1.7 ستورج غريبة طيب ساتا أوكي كم طيب أخذ من ساتا أدخل على الملف اللي موجود عندك هنا على الملف اللي هنا هنا أدخل من هنا الملف فاين اي الملف اللي حجزه الفيرتشوال بوكس نفسه للاوبنتو سيرفر هذا هو هذا هو لا لا هذا ملف ال الايزو الايمج لا مو الايمج ادخل على الملف نفسه وين يكون موجود عندك اه وين حفظ الفيرتشوال بوكس بعد نسيت الفيرتشوال ماشين نفسه فاهمك بس خليني اشوف اخذه من هنا المسار يحطها هنا النتي استرجش لا ايوه تعال هنا 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 السالفة هو المفترض هنا تطلع داتا لا لا هذا مسار حق السي دي ذا حق السي دي تعال هنا تعال هنا الجهاز شوف هنا نتكلم بستورج هارد ديسك وماكبوك كلاود شايف؟ اها ليش عندك ما تظهر على الماكبوك؟ فهمت فهمت الحين قصدك
يعني المفروض ان انا احط هذا الاوبن في بعد حتى هني بعد لا ما يطلع شوف لا ما تحطه على هارد ديسك حتى في الساتا لا ما راح تحطه في الساتا سيدي بس دقيقة انت الساتا هنا مفترض انه يطلع عندك هنا كذا هارد ديسك شايف في اتش دي اها مو سي دي سي دي هذا ما تعمل علاقة يعني. دقيقة حط هنا اضغط هنا اضغط هنا الثاني هارد ديسك ثاني هارد ديسك ايوه هنا يسوي اد ليه كذا لما تقدر تسوي اد لازم تسوي اد لشيء من هنا كذا سوي كرييت سوي كرييت لازم تسوي كرييت في كرييت في اتش دي في اتش دي ايوه كنتنو ايوه الحين خلاص الحين كمل احنا نختار هذه اللي هو دايناميك صح؟ ايه نختار خلي 20 عندك مساحة؟ ايه 25 خلاص الحين نقول شوز كريت اوكي ارجع الان سوي ريستارت اسوي الستارت صح؟ المفترض انه اشتغل فين تعرف المفترض لانه قبل شوي ما في هذه ظهرت معك قبل شوي؟ ايه بس مش اوقف مشى معك لاخر شيء ولا لا لا مشى ما مشى الحين خليني اشوف ايش مسوي يمكن صحيح خلاص هذه ممكن تسوي لها شيرت الشوكه موضوع اللي هو تربل شوتنج يعني بس قطع منها الاشياء اللي ما كانت فيها اها الجزئيه هذه بس انه كيف عدلنا كيف اضفنا هارد ديسك اذا ما اضفت هارد ديسك وش بيصير؟ اي فهمت استكد الحين كل شيء ما عليك تبشر ستار قبل شوي ظهرت الصفحه دي؟ لا لا اوكي نمرنا عن تمام هلا حبيبي شو المشكلة عندك هون؟ لحظة بس حط جهازي لازم اسوي انستول للتول تمام اكتب الامر زي ما تريد لحظة بس شباب يلا شباب انت ما تثبت عندكم ولا شنو؟ ما تثبت يا شكرا
الفكرة يا شباب هنا انه الاساسيات انت راح تاخذها مع استاذ ايلون. نتكلم اساسيات زي اللي هو التعامل مع الملفات، كيف تنشئ ملف، كيف تحدث ملف. عندي هنا شباب مفترض انه هذه الاشياء انت عارف مع الاستاذ. ايضا الكتاب يشرح لك، الكتاب اللي ارسلته في كم واحد منكم فك الكتاب وشاف الكتاب اللي ارسلته؟ شفت الكتاب؟ لا ما تعمدت فيه وايد. طيب خلونا نحدد يا شباب في اي شابتر راح نبدا. راح نبدا من عند الشابتر اللي يقول لك انستليشن لينكس. شباب الجميع يفتح كتاب، الجميع يفتح كتاب عشان ما تتفاجئ بالاختبار باسئله تقول استاذ هذه اول مره تمارس. اوكي كل شيء موجود في الكتاب، هذا رقم واحد. هنا راح نركز على الاشياء اللي في الشبكات. الماده من اسمها ايش؟ اوبن سورس نتورك سيستم. تمام. المفترض اذا نبغى الكلام الصحيح المفترض انك انت ما تدرس المنهج، تدرس منهج اقوى من دائره في الشبكات، عميق في الشبكات، انك تنشئ حتى سويتشات ونتور سويتش، يعني الشغلات تكون اصعب. ولكن هنا ما ادري هي المشكله من اداره المناهج في المؤسسه. نعطي لكم المنهج حتى الكتاب هذا من اداره المناهج في المؤسسه. تمام. فممكن نقول انها من حظكم كمان منهج خفيف ولطيف. طيب الجميع فاتح كتاب يا شباب؟ طيب الجميع فاتح كتاب؟ طيب نفتح الكتاب بس في الجروب موجود يا شباب. لا فوق ممكن تروح لفوق وتكتب فايلز، هو ملف واحد بس طيب شوف عندك الانديز مو كم صفحه يا شباب؟ لا والله كم صفحه، اغلب صور. تمام اغلب صور. طيب نشوف عندنا الشيء المهم شابتر 2 انستولينج لينكس. انستولينج لينكس هذا انتم سويتوه خمسه، يعني احنا كذا كان خلصنا شابتر كامل. اوكي لينكس دي زاده والامور شغلات ثانيه ممكن انك انت تدخل في التفاصيل، ارجع للكتاب. احنا اليوم شرحناها بشكل سريع، شرحنا لكم كل جزئيه في الانستليشن ايش مهمتها، صح ولا لا؟ وقلنا ما تغير صح. طيب تبغى تستزيد ارجع، او تبغى تدخل بالتفاصيل ايضا، او نسيت شغله انا قلتها ارجع للكتاب. عندك صفحه كم يا شباب؟ صفحه 11. فاتح عندك الفيديو؟ فاتح انا معي. فاتح دي؟ ايوه. ابغى تنتقل للشغل اللي انا اقولها على طول عشان الشباب يكون واضح. يعني تمام. انستولينج لينكس في صفحه كم يا شباب؟ 11. طيب هذا بس الاستاذ خليني اتاكد، هذا الكتاب؟ هذا كتابي صفحه 11. انا صفحه 11. صفحه 11 تاكد. ترى في 30 بالجوال. 32 بالجوال اخر شيء. طيب
على العموم انتقل لها يا عبد الله صح؟ اي نعم صح. او حتى هذا هي نستعين انستولينج ممتاز. اللي بعده شباب في عندك ها من يقدر كذا بس خليني اضيف ملاحظه يعني ايش اللي بعدها ممكن يكون عندي هل الانتروداكشن تو فيرشوال بوكس هذا مهمه؟ هذا شيء بديهي انت عارفه تمام. لما نقول بديهي وش هذا بديهي؟ يعني انت درست هذا في الدبلوم أنا مو معدل فيرس البوكس شباب اللي الآن أنت شغالين عليه في صعوبة أنت تشوف التعامل برنامج الفيرس البوكس تمام. فيرس البوكس إذا عندك صعوبة يا شباب كلمني فقط وراح أشرح لك أيضا بالتفصيل المهم تمام. طيب اللي بعده يا شباب عندك لينكس بيسكس. هنا يا شباب الأوامر والكوماند اللي تكلمنا عنها قبل وأرسلت لكم رابط عنها الرابط اللي أرسلته لكم وأيضا القائمة هي طالعة عندك في نفس الملف تروح إليها الآن Linux Basics الشباب صفحة كم؟ 99 99 هي أستاذ 11 و 99 الآن نروح على صفحة 99 طبعا من 11 الصفحة 11 صح مستولي Linux من 11 إلى تخلص الشابتر كامل أوكي لين تخلص الشابتر كامل هذه كلها في الشابتر الأول اللي مطلوب منك. صار عندي شابتر 1 وشابتر 3 آسف شابتر 4 شابتر 2 وشابتر 4 يعني من إلى وليس شابتر 2 شابتر 4 الآن إحنا في شابتر 4 روح لشابتر 4 اللي هو 99 لينكس بيسك إيش اللي موجود عندك؟ نعم من الصفر يبدا معك من الصفر. طيب لاحظ عندك انه هو راح يشرح نظام واحد او توزيعه واحده ولا توزيعتين شباب؟ توزيعتين سنت او اس و الوبنتو تمام؟ واضحه عندكم ولا لا؟ الشباب اللي هناك طيب هي صفحة 99 بالضبط ولا؟ ايه اوكي اللي بعده 90 ولا 99؟ 99 لا صفحة 99 بالضبط لا انت عليك بالصفحة عندك تحت في الأخير مكتوب عندك 99 ما عليك Linux Basics. طيب. Linux Basic بيبدأ معك شباب من الصفر من الصفر على أنه أنت ما تفقه شيء في Linux ولا تعرف حتى Command Line تمام؟ بيبدأ معك من الزيرو. إحنا لو عندنا وقت بنبدأ من الزيرو ما عندنا مشكلة. Okay. لكن راح نعدي المرحلة هذه ونخليها مع أستاذ علي رمضان هو اللي بيغطيها. أنا مباشرة راح أعطيك أوامر من هذا النوع تمام؟ أمر واحد الإف كونفيك استعراض لاي بي هاي الأسبوع القادم بيكون عندنا التعامل مع الفيرول تمام؟ في عندي لاب كده بسيط إن شاء الله كل اللابات شباب كوماندز نفس ما أنت شايف كده ما راح ندخل في العميق موضوع إنه مثلا كيف إنك تغير في السكريبت كامل وش نقصد بالسكريبت أنت الآن قاعد تتعامل مع ملفات شباب في الإف كونفيك قاعد يطلع لك كأنه أمر شو استعراض لإعدادات إيش؟ الآي بي تمام؟ إذا تبغى تغير الاي بيات أو تغير الإعدادات كاملة لا تكتب شيء اسمه إيش نانو مر عليكم نانو سودو نانو تمام سودو نانو والمسار اللي عندك علشان تغير نحن تعرفين الملفات ذي ولا نعم إحنا ممكن نغير في بعض الشغلات البسيطة زي الاي بيات مثلاً
اوكي الاي بي ممكن نغير الاي بي ما عندنا مشكله لكن الشغل اغلبه بيكون على اللي هو عمليه التاكد من الاعدادات انه عوامل الشو التغييرات البسيطه في الاي بي زي ما قلنا الفاير وول تقفل الاي بي تسوي بلوك الاي بي تسوي الاو الاي بي ثاني هذه كلها بتكون هذا في الاختبار اوامر نعم نعم في الاختبار ممكن اعطيك الامر بهذا الشكل اقول لك وش الفائده خصوصا الاوامر اللي زي اوامر الابديت والابجريد هذه انت ما راح يكون في عندك شيء امامك تشوفه طلع منه نتائج صح ولا لا لكن لف كونفج بيطلع لك اي بي ات والماك ادرس صح ولا لا فيجيك اسئله بهذا الشكل الماك ادرس الاي بي ادرس تجيك مثلا بشكل جدول تعبي البيانات هذه بناء على الامر اللي انت ادخلته على السيرفر تمام فالتقييم بيكون بناء على النتائج اللي تظهر لك واللي انت تكتبها في الورقه ورقتك يعني ما راح يكون في تعريف لا 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 عملي بحث عندي انا شباب عملي بحث يعني ما في اي نظري كوماندز بيسايد الانستولينج كوماندز والانستولينج والفوائد من كل او يعني الكوماند هذا ايش اللي بيسوي لك بالضبط يعني اي نفس الشيء وكذا بنفيت يعني بنطبق بالجهاز ولا بالورق كيف؟ نطبق بالجهاز ولا ورق الجهاز قدامك موجود والورق موجود كل اللي تسويه انت تعرف ايش الامر الصحيح اللي راح تستخدمه عشان تستخرج النتائج المطلوبه تمام؟ اوكي هذا بالنسبه للبيسك بيسك من اسمه كذا بدايه يقول لك جيتنج ستارتد معنى من الزيرو يعني بيشرح لك اللينكس من الستورنج الى ان تكون يعني مختلف او شبه مختلف طيب اللي بعد يا شباب صار عندي الشابتر الاول والشابتر الرابع الخامس يوزرز اند جروب هنا يا شباب تمام بنتعرف كيف نعطي يعني اوثنتيكيشنز مثلا لبعض اليوزرز كيف نخلي بعض اليوزرز ادمن وبعضهم يكون يوزر عادي يعني كيف انهم كم صفحه استوى جروبات كيف كم الصفحة؟ 147 صفحة 147 هذا قبل الفاير وول 147 هو يفترض انه قبل الفاير وول بس نبدا مع الفاير وول تمام يعني انا لي قصد اني ابدا بالفاير وول لانه هو تقريبا هو اصعب من الجروبس فبدل اصعب على الاسم اليوزرز الفاير وول ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اللاب موجود وجاهز ممكن اسوي لكم شير عليه يعني اللي يبغى يجهز بكم والله يعني نتبع الطريقه هذا زين خلص بس تمام لا ما عندي اجي طيب خلاص انتهى الوقت ولا والله انتهى الوقت خلاص على السريع شابتر 4 وشابتر 5 وشابتر عندك 6 اللي هو ستارت اب اند سيرفيسز سيرفيسز بنتكلم عن دومين نيم والدي ان اس والدنيا هذه ممكن اتش سي بي واخر شيء اللي هو نتورك اند فايبر اوكي شباب ستورج مانجمنت اللي هو كيف تسوي بارتيشنز نفس الافكار بس لما ناخذ الفاير وول الحين ما بيصير تخبط الحين عادي انا بدي شيء يعني هذا كله منهج نعم هذا كله المنهج اللي عندي قلنا كم؟ ستة شابتر 2 شابتر 4 شابتر 5 6 7 و 8 و 9 تمام؟ 7 الباكج مانجمنت ترى شيء بسيط كله انجليزي انجليزي لا لا الانجليزي اللغة الانجليزية مستخدمة ترى بسيطة جدا اللغه اللي تتكلم عنها لغه معقده. لا والله بسيط. جربت لينكس واوامر تفتح فوتبول ولا كلمات ولا ما اعرف ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك. ترى بتكون بنفس الطريقه يعني شايف الكوماندز هذه انت بس يبغى لك تحفظ باستمرار. بس. امورك طيبه ان شاء الله. واذا فهمت الامر الباقي سهل. الاختبار ضخم.
مين اللي يقول؟ عندي اسبوع جاي. ما حد قال. ما حد قال. ما حد قال. طيب. اوكي شباب. يعطيكم العافية. الله يعافيك. تحتاج تحضير ولا؟ بما انه انا متاخر في التحضير ان شاء الله. يعطيكم العافية.